هاسم جيش العدا في كربلاء هاشمي لا أبالي بالردى ومذاق الموت في الثغر حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في كل زمان في كل مكان. أفكر بمسألة حسين القرآن، قرآنية الحسين، قرآنية كربلاء، قرآنية عاشوراء. ما الهوية القرآنية؟ كيف يعني؟ الأسئلة العراقية الجديدة، الأسئلة العهدية الجديدة كمربع مهم ينصب على معرفة الحسين، معرفة الحسين بالقتل بالموت، إنه وهو يقبل على الموت على القتل. ما علاقة القرآن بهذا الكلام؟ هل القرآن يأمره بهذا؟ طبعا كثير أنا أشكر الله تعالى وأحمده كما يقول شعراء الحب، أشكر الله لأنك في الأرض كما أنت، وأنا أشكر الله لأن هؤلاء العلماء وهؤلاء الإعلاميين في الأرض كما هم. لكن عدة صور تتوالى في خاطري وأنا أسمع هؤلاء الآيات، آيات الله، العلماء، الشيوخ، السادة الإعلاميين، الإعلاميات، كيف كانوا عم بيحكوا وبيغطوا هالأحداث أو الوقائع في عاشوراء، في الغرب، في الشرق، في أماكن مختلفة. الجديد الذي أنا أحب أن أسمع أكثر مما أتكلم، نقباء الأشراف كثير بيعجبهم أنه صوتي يبقى من كسرة الكلام شبه مبحوح، ولكن أنا أول واحد عندهم في قائمة الصامتين اللي ما بيحكوا. كيف ما بيحكي وكيف بيضل بيحكي؟ بيعتبروه نوع من الفداء، أنه هذا صوته الغالي عليه مشان هيك يصمت. هو أبو الصامتين أو كتير معروف عندهم أنا بالصمت، بس بضل بحكي، ببح صوتي من كتر الكلام مثل كأني عم قدم نذور من هذا الصوت، خراف الصوت، نذور الصوت. يعني ليس العام الفائت كنت في الحج في رمضان أقول إني نذرت للرحمن كلاما من أجل العراقية، من أجل الفرقان، إني نذرت للرحمن كلاما في وقت الصوم. كنا عم نحكي قبل حديث مثلا عن السيدة العذراء التي كانت تنذر للرحمن صوما فلا تكلم أحد بس تأكل وتشرب. يعني الصوم هو الكف عن الكلام، هذا الصوم، الصيام الكف عن الطعام. الآن الجديد في القضية عندي إنه كيف يعني القرآن وعاشوراء، القرآن وكربلاء، القرآن وواقعة الطف، إذا صح إنه هيك بيسموها. كيف يعني الطف؟ اللي هي هالتسمية الطف، أكيد أخونا الموسوعي اللي بيتحدث عن النفائس العراقية شي يوم إن شاء الله بيصور لنا الطف كجغرافيا وبيحكي لنا عن قضية الطف جغرافيا. أنا اليوم بدي خذ لكلمة الطف قرآنيا. هلا أكيد كثير من العلماء يا الله وين بأي سورة؟ لا، ما في سورة اسمها سورة الطف بالقرآن، ولكن في سورة ذكرها قبل قليل دكتور فراس سلمان، في سورة اسمها المطففين في القرآن الكريم. لكن المطففين سورة من القرآن صح، ولكن ما الجغرافيا لهذه؟ أين موقعها في القرآن الكريم؟
ما علاقته بقضية الطف، ما علاقته بالعراق، ما علاقته بالحسين. هلا هنا الحكاية. الحكاية أن القرآن الكريم بسوره الشهيرة المعروفة 14 سورة ومئة تدرج تنزيله على عبد الله المعظم والمكرم الرسول الأعظم وابن عبد الله الذي لم يرى ابنه ولم يره ابنه، يعني عبد الله بن عبد المطلب والد الحبيب المصطفى. فالسور التي تنزلت على قلب النبي العربي محمد بن عبد الله مقسومة وفق الزمن إلى قسمين، قسم جاء في مكة وقسم جاء في المدينة. القسم الذي جاء في مكة 86 نصا، أو يعني السور التي نزلت في مكة بدأت بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وختمت بسورة المطففين التي هي السورة 86. المطففون قوم جائرين أو جائرون. ليش؟ بياعين إذا اكتالوا على الناس بياخدوا أكثر مما لهم، وإذا عطوا الناس بيعطوا الناس أقل مما لهم. اتفاق أن هذه السورة، سورة المطففين، آخر سورة نزلت في مكة. كان محمد بلغ من الحال أنه لا تطاق مكة بعد الآن، لا بد لي من الهجرة. طبعا في فيلم رسالة كمان يعرض هذه القضية، في ملايين البحوث حول القرآن الكريم وحول أسباب النزول وحول أحيانا ترتيب النزول وأحيانا بدون ترتيب. العبد الفقير اهتم بقضية ترتيب النزول، يعني جربت حتى أكون في الواقعية وفي الموضوعية، جربت أن أصاحب الحبيب المصطفى، يعني أن أرافق أطوار حياته، كيف عاش محمد مع القرآن، كيف عاش القرآن مع محمد، ابتداء من السورة العلق واختتاما في مكة بالسورة التي اسمها المطففون. يعني يمكن أن تكون سورة المطففين سورة الهجرة، يعني هي ميثاق الهجرة. هاجر محمد بعد المطففين، وطبعا دخل بطور جديد مع أبرار المدينة، مع أنصار المدينة، هؤلاء الأكابر من عيال الله، الأكابر من خلق الله، هؤلاء الذين اتحدوا في الكرم، اتحدوا في أموالهم، في معايشهم، تآخوا مع هؤلاء المهاجرين إلى المدينة. وقصتنا مع هؤلاء كتير طويلة، والقرآن المدني عبارة عن أبجدية سور من السورة 87 إلى السورة 114. هذا الكتاب بخط سام يوسف، دكتور سام يوسف، إنه القرآن تنزيل المترجم، هذا القرآن المدني فقط، السور المدنية ولكن بالعربية والإنجليزية، موجود بلغات أخرى بفضل الله تعالى. المهم المطففون، السورة تقريبا بلغت أحوال محمد الزروة في مكة، يعني لا يمكن الإقامة في مكة بعد الآن، لابد من الهجرة، وكانت هجرة النقباء، يعني جاء الأنصار إليه وبايعوه، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، 12 نقيبا، 70 أنصاريا، ثم الأنصار، وثم كان الإسلام في كل العالم، نشرت طيوبه. الطيب الأخضر العام كان مسلسل حكيناه في رمضان، في العراقية
يراد به أن الطيب الأخضر هو هذا القرآن الكريم الذي انتشر طيبه إلى الناس ليشجع الناس أن يصعدوا، أن يكون لهم إسراء من طيبة المدينة المنورة إلى طوبى السماء السابعة. الآن هذه المطففون، إذن سورة هجرة. الطف بالعراق كمان مسألة عظمى، كانت مثل ما كانت سورة المطففين إنجاز نهائي للحركة من المدينة لينجو الإسلام في المدينة من مكة إلى المدينة، كمان يبدو أن الحسين جاء إلى الطف وعاش أحداث الطف وعيشها لصحبه الكرام، وكان كانت هجرة فعلا، يعني ليست الهجرة من الحجاز إلى العراق، هي هجرة الحسين من أرض محدودة إلى فضاء، إلى طوبة غير محدودة. الآن بإمكان السادة آيات الله الأجلاء الأحباء، بإمكان الباحثين، بإمكان الخطباء، تحية لجماعة العلماء والمثقفين في بغداد، لقد سمعت كلاما من أحد السادة في هذه الجمعية، جماعة المثقفين والعلماء في بغداد، سمعته في العراقية وكان بيننا هيك مبادل التحية، ما يستوعب شعوري بعظمة القلب الجامع للعلم والجامع للثقافة، كما تلقى قلبي من كلمات السيد قتيبة عماش، هو وصحبه الكرام دكتور علي الخطيب، سيدنا محمد علي الحلو، الأخ علي الموسوي الذي قدمهم، والآخرون الذين تكلموا من السويد ومن لبنان ومن دمشق، كان أخونا المصري الدكتور أحمد نجم، أحمد فؤاد نجم كان هنا وتكلم معي بنفس السياق، كانوا يتكلمون في يوم الغدير. أقول أن الطف وأحداث الطف وكلام هؤلاء العباقرة كيف يتكلمون، ممكن يرجعوا لقضية الطف والمطففين ويشوفوا شو صار بالطف ويقارنوه بالذي جرى بالمطففين، بين الطف والمطففين سوف يكتشفون التضاريس المعنوية التي رسمتها سورة المطففين وكانت سبباً بالهجرة، وسوف يجد هؤلاء السادة الذين سألوني عن ليش الحسين، ليش أصحاب الحسين، سوف يجدون تضاريس قضية الطف مثل تضاريس قضية المطففين. في المطففين وهون تقريباً وحدة من برمودا، يعني واحدة من الأعماق العميقة من العلاقة بين الحسين والقرآن، وواحدة من هملايات من قمم العلاقة بين القرآن والحسين. في سورة المطففين فرز لثلاثة ألوان، لون الذي هم الأبرار الذين لهم جنات النعيم، واللون المعاكس الذين هم الفجار ومأواهم طبعا الجحيم، ولون ثالث يعلو على هذين المستويين وهو لون المقربون أو المقربين، قلت لون المقربين. الآن في المصير هيك، في مقربون، اقروا السورة بتشوفوا تفاصيل كتير بسيطة بسورة المطففين، لكن فرز تام ونهائي كأن خلاصة لكل ما جرى في مكة وما سيجري في المدينة. هاي الحكاية هالألوان الثلاثة، مقربون صلتهم بالله شبه
مباشرة. مثلهم مثلا رجال الأعراف، طبعا كثير بدي ترجاهم للإخوة الذين يأخذون بالتفاسير القديمة، بدي ترجاهم رجاء حار أنه يتمهلوا بوعي رجال الأعراف الذين يتحدثون مع الجنة وأهلها ومع النار وأهلها بالطريقة الموجودة في سورة الأعراف. كثير كمان عم أحاول تبسيط القضية حتى لو كنت أعرف شعبية العراقيين، والشعر الشعبي كمان كان، أو الشعر نفسه علي فؤاد أحمد فؤاد نجم كمان بيحكي بالشعر المصري الشعبي، لأنهم يريدون أن يوصلوا هذا الكلام إلى أكثر الناس. الآن أجرب أن أسلم المعلومة، الشعبي بيعملها شعبية، العالم الفيلسوف بيساويها كما يرى، لكن خلاصة البرزخ بين القرآن المكي والقرآن المدني هو سورة المطففين التي تفرز الفرقاء إلى فريق في الجنة وفريق في الجحيم وإلى فريق لا هو، يعني هو فوق الجنة وفوق الجحيم، وهو يسلم على هؤلاء وهؤلاء. مثل المقربين الحسين، ومثل الأبرار صحب الحسين، ومثل الفجار المخالفون، هؤلاء الذين يسميهم العهديون يريدون قتل الحسين، بل قتلوا الحسين وقتلوا من مع الحسين. الطف المقربون الآن الإمام الحسين، الذين بمستوى الإمام الحسين، هؤلاء المقربون بمعنى أنهم يأخذون من قرب، يسمعون من القرب ما يزيل كل كرب، يسمعون من القرباء في الملأ الأعلى ما يجعل كربلاء معبدا ومزارا ومحجا، وهو محج مستمر ومزار يبقى. ونحن في عصر اسمه عصر الديمقراطية، نحن ما نقول زمان الجمال، بس بالعالم بيحكوا بالديمقراطية. الديمقراطية يعني ممكن صوت واحد يزيح بوش ويجيب أوباما، صوت واحد. الآن عندما نرى ملايين الزوار، ملايين الهاتفين، يا حسين يا حسين، هذا تصويت. فإذا العصر الجديد عصر تجاوز، عصر رؤية، عصر قبول بالأمور، الأمور يعني كما هي في جوهريتها. ماذا نقول لجيش الأطفال، لمسيرات الأطفال؟ يمكن حديثنا الذي سبق الآن ممكن تسميته مسيرة الرضع، هتافات الرضع، حج الرضع. هل المليون رضيع يقول يا حسين، ومليون مكتوب على رأسه يا حسين، ومليون سيد، مليون أم تقول يا حسين؟ هذا أمر مهم في الآن. الآن أنا ما هذا الموضوع؟ موضوع المسيرات، موضوع الناس، موضوع الشعبيات، موضوع الذي يعرفه الكل ويقرؤونه قراءة قديمة. أنا أرجو الآن أن يقرأ الحسين قراءة قرآنية، يعني أن توزن أعمال الحسين وحركات الحسين وما أصاب الحسين أن يوزن بالقرآن الكريم.